انا لو صاحبتي مسيحيه وعامله الخطوبه بتاعتها عادي ان انا اروح الكنيسه وكده؟ طبعا، بس انا كنت احب اكتر من كده ان انتي تعرفينا بيسموا الخطوبه ايه. ها، ممكن حضرتك تقول لنا؟ طب في حد عارف الخطوبه عند الاخوه المسيحيين اسمها ايه؟ نعم، نص اكليل ولا بجمليون؟ طيب، يبقى اذا تبحثوا في الحاجات دي، يعني مش محض فقط ان انت تروحي تهني صاحبتك بالخطوبه بتاعتها وكذا، لا، يعني تعرفي ايه معنى نص اكليل وايه معنى بجمليون وايه معنى الحاجات دي كلها، الالفاظ دي، لانها في بعضها بيبقى مصطلحات، وعايزين يبقى، لانه معرفه الاخر تذيب السلوك التي بين الناس. هل في حد عنده؟ اتفضلي، نمشي واحده واحده. اتفضلي.